أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة ستارت. ما قد تشاهده الآن نقطة في بحر أسرار الصحراء والمناطق الجبلية في ربوع المملكة العربية السعودية من شمالها وحتى جنوبها، وهذا ما قد لفت انتباهي أثناء تجوالي في برنامج جوجل إيرث الخاص بالخرائط. تكوينات طبيعية مذهلة، أشكال هندسية عجيبة، ولوحات فنية رسمتها الطبيعة بإذن خالقها. هذه التكوينات الطبيعية يبدو أن العوامل الجوية قد ساعدت على تشكيلها على هذه الهيئة. نبدأ معكم بهذه التكوينات والتي تبدو وكأنها على هيئة رأس سمكة أو ديناصور، وتقع في غرب الحفر الباطن في المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية. أما هذه التكوينات فتبدو على شكل أصداف سمكية متراصة، وتقع في المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود اليمنية. أما هذه التكوينات فهي تكوينات صخرية ذات ترتيب متتال عجيب وبناء مذهل، وتقع تلك التكوينات في منطقة تبوك في شمال غرب المملكة العربية السعودية. أما هذه التكوينات الرملية وتبدو كهيئة قباب وفقاعات ذات اللون البني الداكن، وتقع في قلب صحراء الربع الخالي جنوب شرق السعودية. أما هذا المشهد فيبدو على هيئة أغصان أشجار متفرعة تشكلت بشكل منتظم مذهل، وتقع في منطقة القصيم شمال الرياض. وهذه التكوينات تبدو على هيئة غابة كثيفة الأشجار ومتفرعة الأغصان، رسمت مثل لوحة فنية دقيقة التفاصيل. تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من السعودية بالمنطقة المحاذية للحدود اليمنية. وهذه أيضا تكوينات على هيئة أغصان أشجار متفرعة بشكل عجيب ومذهل في منطقة الحدود الشمالية. بينما هذه التكوينات الرملية العملاقة في صحراء الربع الخالي جنوب شرق المملكة العربية السعودية فتبدو كهيئة أشكال هندسية مختلفة، وكل شكل منها بمساحة يزيد عن 3 كيلومترات مربعة، أي بما يعادل مدينة صغيرة. وهنا نشاهد منشأة سعودية ومطار جوي مقام على إحدى هذه التكوينات. أما هذا الجبل الذي أرسي بشكل هندسي عجيب وكأنه مقام على قاعدة صلبة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية.
بينما هذا المشهد من صحراء الربع الخالي يبدو وكأنه مثل بحيرة ذات أعماق مختلفة في قلب الصحراء. وأخيرا هذه التكوينات التي تبدو مثل هيئة الأوردة والشرايين البشرية في المنطقة الشمالية الواقعة على الحدود مع العراق.